السلام عليكم، نرحب بكم بالأسبوع الثامن. الأسبوع هذا في مادة ديجيتال كنترول بنغطي الروت لوكس. إيش الروت لوكس؟ الروت لوكس هي عملية تتبع للروت تبعت أي سيستم في ظل تغير بارامتر معين. الآن ديزاين بيست ان روت لوكس عادة هذا بنستخدمها لحاجتين، لما نعمل ديزاين لكنترولر او نعمل تشيك للاستابيليتي. الديزاين بيس اون روت لوكس ميثود ذا افكت اوف ذا سيستم جين اند سامبلينج بيريد اون ذا ابسولوت اند ريليتيف استابيليتي اوف ذا كلوز لوب سيستم شود بي انفستيجيتد. يعني هذا لازم نطلع ان اديشن تو ذا ترانزيت ريسبونس كاركترستيك. طبعا الروت لوكس احدى الطرق القيمه في هذا المجال. Root locus method for continuous time system can be extended to discrete time system. يعني اللي بنسويه في الكونتينوس بنطبق على الديسكريت بدون modification بالمرة. كل اللي بدنا نبقى ننتبه له موقع البولز وموقع الستيبل ريجن. الستيبل ريجن كنا نشوفها في الليفت هاف بلين، هنا بنشوفها انسايد اليونت سيركل. طبعا الكاركترستيك كويجن للسيستم نطلع عليها، يا اما حتكون على الشكل هذا 1 بلس جي اوف زي اتش اوف زي، او على الشكل هذا اللي احنا متعودين عليه لو كان عندي الاتش اوف زي هي في الاتش هي في الفيدباك لوب الموجود عند السيستم. لا ارتاح من هذا كله، بقول هي عباره عن 1 بلس ال اوف زي بتساوي 0 سواء بالفورم الاولاني او بالفورم الثاني. يعني الآن بهذا الخصوص لما أجيب الواحد على الشقة الثانية فالإل في زي بدها تساوي سالب واحد. طيب لو بدي أطلع عليها من ناحية ماجنتيود ومن ناحية فيز، فمعناته لما الفيز بدي يعطيني سالب واحد إيش هو يعني بنعكس؟ هذا بقول لي عبارة عن الفيز عندي 180 ومضاعفاتها، يعني بدها تساوي 180 لما تكون عندي أو 540 أو بدنا نضاعف فيها نزود 360 لكل واحدة من هدول. وهذه طبيعي لأنه اللي بتتكلم عليه وقت إيش بتعطيني الكوساين اللي عندي هنا سالب واحد لما بتساوي ناقص 180 في هذا المجال. الآن الماجنتيود لهذا، يعني هذه لو بدي أطلع عليها هذه عبارة ال f z عبارة عن ما لو بدي أروح للج أوميجا بدي أقول هذه أو للفورير ترانسفورم هذا بدها تعطيني إيش؟ عبارة عن magnitude of L of Z والphase of L of Z، وهذا بدها تعطيني magnitude بساوي واحد وphase بساوي 180 plus or minus 180. طبعا plus or minus لأنه 180 لو جيت لها من اتجاه معين حتى يعني حلقيها يعني counter clockwise حلقيها هي plus، كلاك وايز حتعطيني بالايش بالنيجاتيف، بس هي نفس النقطة. وهذا الخاصية اللي احنا استخدمناها. الان عادة انا بحط الكي اللي عندي، ولو انا بدي اطلع على الاوبن لوبس يعني على هذا من ناحية بولد او زيرو، ويمكن ابسط حاجة ناخد السيمبل السيمبل بولد او زيرو. في عندي عدد ام نمبر اوف زيروز وان نمبر of poles اللي عندي، فأنا بدي أعمل construction للroot locus. في قواعد عامة أنا اتبعتها بوصل للخطوات المطلوبة مني بأريحية تامة. إيش الخطوات اللي عندي لأعمل construction للroot locus؟ أول واحد في حاجات قواعد عامة وهذه مهمة أنا أعرفها، يعني لو أنا بدي أرسم الroot locus بدي أعرف حالي صح أو غلط باجي بطلع على هذا الروت اللي عندي، هدول اتطبقن معناته صح، ما اتطبقنش في اي واحد منهم violated معناته في عندي مشكلة في الرسمة تبعي. ايش بتقول لي اول واحد؟ الروت لوكس is symmetric about the real axis، يعني اللي بتشوفه فوق في البوزيتيف لازم تشوفه في النيجاتيف. number of root locus branches equal the number of open loop بولز، يعني عندي خمسة بدي أشوف خمس فروع، عندي ثلاثة بدي أشوف ثلاثة، عندي اثنين بدي أشوف اثنين، فهذا الموجود عندي، فعندي السيمتري وعدد أنواع البرانشز. الآن الروت لوكس برانشز starts from the open loop poles at k equal zero and ends at the open loop
zeros at k equal infinity. يعني بعبارة تانية لما k equal zero أنا ببدأ في الأوبن بولز تبعت السيستم، ولما k بدها تساوي infinity يعني إيش اللي بصير عندي؟ البولز بتتحرك لحديث ما توصل الزيروز. مين اللي بتحرك البولز مش الزيرو؟ هذه معلومة مهمة. البولز تتحرك مش الزيرو، البولز بتروح لحديث ما توصل مواقع الزيرو. يعني أول ما ببدأ من الأوبن لوب بولز وبنتهي عند الأوبن لوب زيروز لما بزود في قيمة K. الآن in the absence of open loop zeros they locus tend to go to infinity. يعني لو في عندي مثلا ثلاثة بولز وعندي اثنين زيروز، البول الثالث بضله رايح لانفينيتي as k goes to infinity. لو فيش عندي ولا زيرو الثلاثة بولز هدول بروحوا لوين؟ لانفينيتي. وهذا حنشوفها كمان شوية احنا نتكلم عليها. A portion of the real axis will be a part of the root locus if the number of balls plus a number of zeros to the right of the portion is odd. الآن أنا بقول إيش؟ أنا a portion of the real axis will be part هاي. عادة بنقول يعني root locus أو loose starts at البريك، يعني عندي ببدأ وقت إيش؟ بيبقى على to the left of odd number of balls and zeros. يعني باجي بتطلع عندي بعد من اليمين واحد اثنين ثلاثة ممكن، واحد ممكن، بعد اثنين مش ممكن، بعد أربعة مش ممكن، بعد ستة مش ممكن. يعني دائما بيبقى على اليمين من البرانشز اللي بتتفرعها عدد فردي من البولز أو الزيروز. If there are n open loop balls and m open loop zero, then n minus m بنسميه هذا relative number اللي عندي. relative number هذا n minus m بيعطيني locus branches tend to go to infinity. يعني قديش عدد البروح الأفرع اللي بتروح ل infinity أو بسميهم الأسمتات. الأسمتات هذه بيبقى عندي بيساوي ال relative degree للسيستم اللي هي بتساوي الأوردر للدينامينيتر ماينس الأوردر للنوميريتر. الآن وين من وين بدي يبدأ أو كيف بدي أبدأ الشكل تبعهم؟ بقول هاي باخذ سيجما، سيجما بدها تساوي بجمع الريل بارت اوف ذا اوبن لوب ماينس الريل بارت للأوبن زيروز وبقسمهم على ان ماينس ان بيعطيني العمود اللي هدول بيبدو يطلع فيه او يتغير. الانجل بدها تساوي 180 في مضروبه في تي وكيو بلس 1 على ان ماينس ام، وكيو عندي بتساوي 1 2 3 لحديت ايش ان ماينس ام ماينس 1، وهذا بتعطيني الزاويه اللي بتحرك فيها الانطلاق، وهذا كمان شوي بنفرجيك فيها. البريك اواي والبريك ان، البريك اواي الزاويه اللي بيغادر فيها، البريك ان الزاويه اللي بيدخل فيها او النقاط هذا بنسميها البريك اواي انجل والبريك ان انجل او البريك اواي بوينت والبريك ان بوينت. هذه بجيب البريك اواي بوينت والبريك ان بوينت لما اخذ الديريفيتيف اوف كي ويد ريسبكت لدي زي، يعني باخذ المعادله اللي عندي وباخذها ويد ريسبكت لدي زي بتساوي زيرو، وهذا بتصير عندي وير كي از اكسبريس از ا فانكشن اوف زي فروم ذا كاركترستيك اكويجن. This is a necessary but not sufficient condition. One has to check if the solution lies on the root locus. حاجه نقطه، اي نقطه ممكن نفحصها هل هي على الروت لوكس ولا لا؟ إذا بدي أفحص على الروت لوكس ولا لا باجي بتطلع لنحدد بالضبط وين الموقع تبعنا بدنا نستخدم نجيب البريك أواي والبريك إن بوينت، هذا بتعطينا الإكزاكت. الآن the intersection of the root locus with the unit circle can be determined from the route array. لما هاي زي ما عمل بتحدد لانه هاي ايش بده يصير عندي الان هذا الراوت اري بتقول لي بالضبط لما الابسولوت فاليو عندي بتساوي واحد او بنصير احنا
يعني زي ما شفناه في الكونتينيوس على جي اوميجا اكسس. هنا لما نكون على بالضبط نكون على اليونت سيركل في هذا المجال. الان الانجل اوف ديبارتشر فروم ا كومبلكس اوبن لوب بول از جيفن باي ثيتا بي بدي يساوي 180 درجه زائد في، وير في اللي هي بتساوي السميشن للبسي اي ماينس سميشن اوف جاما جي، وير البسي اي ار دي انجل كونتريبيوتد باي دي زيروز، والجاما جي الانجل كونتريبيوتد باي دي بولز، والارايفل انجل بتساوي ثيتا زي بدي يساوي 180 ناقص ثيتا اللي عندي. The gain at any point، وهذه مهمة جدا، ايش بتساوي؟ هذه مهمة. The gain at any point z0 on the root locus is given by k بدي يساوي ال product ل z0 plus pi على ال product ل z0 في zi. الآن يعني ايش هذه بتقول لي؟ بتقول لي لما انا بدي اطلع عليهم اللي عندي لأجي أشوف النقطة هذه على الروت لوكس ولا لا، إيش بدي أخذ؟ هذه إذا بدي أشوفها على الروت لوكس بدها تعطيني المعادلة اللي هي الماجنتود عندي بدي يساوي واحد زي ما شفناه قبل شوية. بناخذ بريك وبعدها بنرجع إن شاء الله.